اقامه نماز بر پیکر مطهر حضرت آیت الله مرحوم خوشوقت رضوان الله تعالی علیه در دانشگاه تهران حضور به هم رسانیدند. الصلاة الصلاة من خواهشمندم عزیزان هنگام قرائت نماز اذکار رو با رهبر عزیزمان زمزمه بفرمایید. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على أحد من أوليائك وعبادك الصالحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واحشره مع من يتولاه مع محمد وآله الطاهرين. اللهم أعطه وأنزل عليه رحمتك وفضلك وحنانك وغفرانك ورضوانك. اللهم احشره مع أوليائه المطهرين محمد وآله الطاهرين واغفر له ولنا وارحمه وارحمنا. الله أكبر. الله أكبر.
وداع رهبر عزیزمان، با یار و یاورشان و همه شاگردان مکتب امام صادق، با پیکر مطهر حضرت آیت الله خوشوقت، این زایعه تأسف‌وار رو به محضر نایب امام زمان و همه شاگردان و وابستگان به حضرت آیت الله خوشوقت رضوان الله تعالی علیه تعزیت و تسلیت عرض میکنم. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. يا حسين يا حسين يا حسين عزا عزاست امروز مهدی صاحب زمان، صاحب عزاست امروز، عزا عزاست امروز، همه همه مهدی صاحب زمان، صاحب عزاست، عزا عزاست امروز، روز عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، رهبر محبوب ما صاحب عزاست امروز، عزا عزاست، رهبر محبوب ما صاحب عزاست امروز، یا حسین یا حسین.